تكون عندنا الثقة بالمؤسسات، والدليل على ذلك حاجة أقولها، وزارة الصحة طابور الانتظار للناس اللي كانت بتعمل عملية رجال بيصرفوا له علامة سنة وسنة وست شهور، سؤال مرتبط بحياة مواطن، أجي أعمل سنة وست شهور في الانتظار، لما رئيس الجمهورية قال له هم طوابير الانتظار بتخلص ثلاث شهور، تخلص ولا ما تنزلش؟ تنزل. طب هو أنتوا محتاجين توجيه عشان تخلص طوابير الانتظار؟ محتاجين يكون تعليم فوقي للمدير المهنة من إحساسه المواطن، مفيش إحساس، إحنا ما عندناش مؤسسات، إحنا عندنا مؤسسة قوية هي بتاع الشعب اللي فيها كل رئيس عسكري، كل أسرة فيها عسكري ورسالة وسندين وقوات مسلحة، كل قرية فيها ضابط. يا عم انا جوا بصور، كل جوا القاعة انا جوا بصور. طالع خريج من الكليات الحربية، القوات المسلحة وجهاز الشرطة اللي ما يعالج أخطاء الإدارة المحلية والزراعة والإسكان. فاكرين القانون بتاع 119 اللي صدر في 2008؟ كلنا بنعتب ونفكر ولا لا؟ في حد يطبق قانون على مواطن ما عندوش حاجز عمراني ولا عنده كردون ولا عنده تنظير؟ اروح ادقق اقول لك اعمل لي رخصه يا عمي بتاع الوحده المحليه، تقول لي لا ينطبق عليك لان انت بالي جنب القانون ده مش هقدر اديك رخصه، تروح تدي انت شكه تقول لي اديك مخالفه واديك معطل. اهو ده قانون اللي ضد القوانين واللي صدر القرار واللي بتمثل عبء على المواطن المصري. مين اللي عمل بتوع الاسكان وبتوع الزراعه وبتوع الاداره المحليه، وتعمل اتزان للمواطن وتقول بتاع الشرطه روح نفذ الاداره، انت قدمت لك على تصحيح ما تدنيش ان القانون مش يديك الفرصه او يديك المساحه من خلال موارد انك تديني تصريح ان انا ابني على الرغم من ان انا راجل بقدم لك طلب ان انا ابني. ليه؟ لاني ما عنديش حاجز وما عنديش كنترول وما عنديش تنظيم داخل القرية أو داخل العزبة أو داخل النجم، وبتعطلني على حاجة أنا ما بقتش أبدأ فيها. يحصل برضه ما يحصلش، وأروح حاطط جهاز الشرطة أحطه في المواجهة أقول المواطن مخالف. مش ده غلط في القوانين، مش دي حاجات كتيرة غلط، دي حاجات كتيرة المواطن بيعاني منها. لكن أنا أقدر أقول لكم إن الاستقرار اللي وصل لدول العالم ده والثقة هي الثقة في نظام رئيس معاه مؤسسة اسمها القوات المسلحة ومعاه شعب بيسانده، انت الرسالة دي للعالم ان مصر دولة مستقرة، فهتبدأ ترجع سياحة، هيبدأ يرجع لي مستثمر يعمل مصنع عندي، عندنا النهاردة مستثمر مراتي بيعمل مصنع فوق الباص بتكلفة مليار دولار، عارفين المصنع ده هيوفر كام ألف فرصة عمل؟ 5000 فرصة عمل، هينتج ايه؟ هينتج 400,000 طن سكر. انا بستورد من بره مليون و200,000، يعني هينتج تنتج احتياجي من السكر عشان يتوفر وجوز مصر. يبقى ده الاستقرار اللي ربع عليه في الظل دي. عايز اقول ان رساله الاستقرار دي في حد في الدنيا يعمل مجلس نواب 5 سنين ويعمل رئاسه جمهوريه رئيس جمهوريه 4 سنين. انت لو رئيس الجمهوريه سنتين واربع وراضي عنه، لما ابقى دوله متقدمه وعندي مؤسسات زي بره النهارده الدول في اوروبا، ماتشات الكوبا عارفين سنه 2050 الماتشات تواريخها محطوطه ومعروفه، معروف هيعمل ايه وهيبني ايه وايه اللي هيتعمل في بلده، في خطه في تخطيط على المستوى القومي. لكن انا النهارده يجي محافظ يهد العمل اللي جميل ويبدا من جديد، يجي وزير عايز يطلع اللي جميل ما بيفهمش ويبني من جديد. مفيش تخطيط على المستوى القومي، مفيش خطه احنا شغالين بيها بقالنا 50 60 سنه، هل احنا بنفكر نعمل الكلام ده؟ بنفكر نعمله، بس التخطيط بيعيد لك النهارده فترات زمنيه طويله علشان اقدر انفذ الخطط بتاعتي. لو مشي رئيس ولا رئيس تاني على اللي يشتغل ويفكر يبدا من جديد. الرئيس السيسي في 2014 اداؤه زي 2015 زي 2016 زي 2018 زي النهارده. الدوله المصريه في 2014 زي 2019 بكل تاكيد خلينا بمنتهى الامانه، احنا احسن ولا اوحش؟ لا احنا احسن، في تقدم، تقدم ده مش حاسين بيه نتيجه الحاله الاقتصاديه، نتيجه المعلم مش واخد حقه،
لكن الطبيب مش واخد حقه. طب هو انا النهارده مفيش اسهل من اني اقطع فلوس وادمي فتوجع ايه؟ عندي 100 كيلو لحم معروضين، 100 كيلو لحم معروضين للبيع. لما يوجع عندي 120 واحد قادرين على شرائهم فالكيلو ب 100 و 120 و 130، لكن لما يوجع عندي 1000 واحد قادرين انهم يشتروا كل اللحم هيحصل عندي نوع اللي اسمه تضخم، هيبقى انا عندي سيوله كبيره وما عنديش مقابل ليها سلعه، فالاسعار ترتفع اضعاف اضعاف. على فكره ده اللي حصل في 2012 و 2013 لما رفعوا المرتبات واستجابوا للمطالب السنويه وخلوا المرتبات ترتفع، وقليل الشرطه اللي كان بياخد 2000 اللي بياخد 4000، والموظف اللي كان بياخد 600 بياخد 1200. ده اللي حصل. انا بديك فلوس ملهاش مقابل سلعه، فالسلع ترتفع وحصل التضخم وحصلت الزياده اللي احنا شايفينها واللي احنا فاكرين ان في 2011 2012 لكن ما جاش في الثوره ان حصل ارتفاع في المرتبات. طب الزياده كانت كام في الميه والاسعار